مرحبا بالجثور، أهلا بكم في قراءة منتصف شهر إلى نهاية الشهر. هذه القراءة تصلح للطالع والشمسي والقمري وأي من الكواكب عندكم موجودين في برج الثور. أول شيء راح أبتدي بقراءة المال والأعمال، أوكي، التجارة البزنس، وبعدين ننتقل إلى القراءة العاطفية اللي ممكن تكون عكسية. قبل ما أشوف الأوراق أحس إنه الفترة القادمة برج الثور راح تكون فترة مريحة بالنسبة لك، أوكي؟ ثلاثة الأغصان والكوبين. برج الثور في تغييرات إيجابية قادمة في حياتك العملية، اللي نسميها يمكن بداية التغيير. أنت أصيدك نوع من الاستياء، إن لماذا صار في نوع من التأخير، تأجيل. أول شيء نبتدي الفترة القادمة بتأجيل، راح شيء يؤجل عندك. موعد معين، اوكي، وعدوك ان ينهون المشروع او يقومون ببناء معين، بتجهيز محل عندك، اوكي، باعطائك موافقة معينة خلال اسبوعين، خلال شهرين مثلا، ولكن راح يصير في تأخير بسبب سفر احد، عدم توافر احد، اوكي، ولكن هذه التأخير، التأجيل، النقمة اللي متخبئة كنعمة، راح تجلب لك الكثير من النعم، أوكي؟ إذا كنت تفكر توظف أحد عندك في الفترة القادمة، فهذا النوع من التأخير راح يكون لصالحك، إن تنظر، تعيد النظر في فريقك نفسه، الأشخاص المحيطين فيك، الأشخاص المقربين منك. إنزين، خلينا نشوف أيضا كرتين الفترة القادمة. هايروفانت، كرتك هذا كرت المأذون. اوكي، راح تكون في محاولات للتقرب منك في محيط الاهل، الاصدقاء، المعارف، بسبب علمهم. هني ينتشر خبر، هني في خبر بعيد ولكن بعد فتره يصل الى محيطهم، ان انت على وشك ان تفتح اول فرع، ثاني فرع، تتوسع في بزنسك، دخلت مجال معين، استطعت هني الولوج ايضا، ان راح تستطيع تدخل الى مجال صعب، الى شركه صعب انها توظف، مو اي احد تاخذ، مؤسسة صعب ان تحصل على وظيفة فيها، برستيج، سلك دبلوماسي. هنا نتكلم ايضا عن السلك، راح تستطيع تدخل في سلك حساس، ممكن يكون في وزارة مثلا الداخلية، ممكن يكون في السلك الدبلوماسي، ممكن يكون في وزارة الخارجية، السفارات، ان انت تعمل في احد السفارات، تكون في هذا محيط فيه الكثير من الأشخاص اللي يرغبون في التقرب منك، من 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 مو من أجلك أنت، من أجل البوزيشن، المنصب القادم في طريقك. كرت المأذون، أوكي، راح تحتاج إنك تتصرف برسمية أكثر، احترافية أكثر في الفترة القادمة، أوكي، ابتعد عن أن تقوم بمساعدة أحد من أجل الواسطة، أوكي. لا تنتقد هذا الشيء بعدين انت تسويه بنفسك، لان كانما هني في اشخاص كثيرين راح يطلعون لك من اجل المساعده، يريدون ان يكسبونك الى جانبهم، لان يعرفون ان انت المرشح التالي، انت نائب الشخص المهم، انت نائب السفير، انت نائب المدير، عندك طاقه ان راح ترتفع وظيفيا، اوكي، فمن اجل ذلك يريدون أن يتقربوا منك في الفترة القادمة. تمبرنس، لما نشوف هنا عندنا كوبين وبعدين التمبرنس أيضا، هذا كرت فيه الكوبين، كرت برج القوس، وتحت هني الكرتات عندنا كرت برج الجوزاء. راح يكون عندك، راح تدخل في تحالف جدا قوي في الفترة القادمة، راح تتحالف مع اشخاص كنت تبحث عنهم من فترة طويلة، هم الاشخاص المطلوبين عشان يوصلونك للمكان اللي تريده في الحياة من اجل نفسك. اني نتكلم عن التحالف، ان انت في بدايتك راح تستطيع الولوج الى هذا المحيط اللي فيه الكثير من البرستيج، تكون مثلا كموظف عادي، كمتدرب حتى، ولكن سوف يقومون بتثبيتك، لان عندنا
كرت الالتزام من هايروفنت، سوف يقومون بتعيينك سريعا، تثبيتك، اوكي، اعتمادك، هذه ايضا اوراق الاعتماد، اعتماد الجامعة، اعتماد البعثة، اعتماد المنحة، في شيء بعيد كان عنك تنتظره من فترة طويلة راح يأتيك، ولكن لما يأتيك يتثبت بقوة في حياتك. عندنا التمبرنس، اوكي، كأنما هذا هو الحديث الحرج، الحديث الحرج اللي راح يخوضونه معاك هذين الأشخاص المعنيين. إنزين، راح يكون في اضطرار من جانبك إلى أن تتخلى عن شيء مهم في حياتك، شيء مثل العادات والتقاليد، شيء مثل طريقة لبسك. يعني عادي مثلا تقعد مع هذين الناس المهمين يقولون لك ترى احنا ما نستطيع نعطيك هذا المنصب إذا كنت تلبس بهذا الشكل، إذا كنت وايد متدين بهذا الشكل. محتاج هني إلى طاقة المرونة، طاقة إنك تكون تظهر بمظهر عالمي أكثر. إذا مثلا لبست لباسك التقليدي رح يقولون لك صعب إن توصل رسالتك للكل. فهني نبتدي، شوف، نبتدي إن فعلا هذه الفترة القادمة إن تحصل مرادك، ولكن من أجل أن تثبت أكثر ويكون مستمر، ظل مستمر في حياتك هذا التطور الإيجابي، محتاج أن تعدل على خط السلك نفسه، سلك إنتاجك، توجهك، نوعية الملابس اللي تنتجها يجب أن تكون عالمية أكثر، أوكي، globally، الكل يستطيع أن يلبسها، الكل يستطيع أن يتقبلها، اللغة حتى. هذا في أيضا أن في الفترة القادمة يمكن أنت حين قاعد تعمل على أن تتعلم أكثر من لغة، هذا راح يكون جدا شيء يساعدك في الفترة القادمة، أن أنت تستطيع تجلس مع أشخاص من الدولة الثانية، الثقافة الثانية، تمثل بلادك، ولكن محتاج أن أنت تكون blend in، أن blend in بالعربي اللي هو تنخرط معاهم، أوكي، يرونك أن أنت قريب منهم أو مثلهم. مو شرط أن أنت تبتدي مثلا في الشرب أو في أطباع جدا بعيدة عنك، ولكن طريقة لبسك، طريقة حديثك، طريقة جلوسك تكون قريبة من المعيار العالمي. كذا برج حسيت عندهم في الحياة العملية طاقة العالمية، أوكي، ولكن أنت بالذات أحس أن هني التفاصيل تكنيكال، يعني بالضبط مطلوب منك أن أنت تعلم مهارة معينة عالمية، لغة عالمية، مطلوب منك ان انت تأخذ اختبار ايضا عالمي، اوكي، اختبار عالمي، تحصل على شهادة احترافية عشان تصير مقبول، معترف فيك في المكان اللي راح تروحه، اوكي، لان هاي الاشخاص نعم راح يوظفونك، راح يتعاملون معك، ولكن يريدون ان انت على الورق تكون عندك المعايير العالمية. راح اسحب لكم الحين الكرت الأخير تبع النصيحة، اوكي، في هني كرت عندنا انقلب، time to decide، وقت القرار، اوكي، وهني يتكلم لك ايضا عن الاوبشنز، الخيارات اللي عندنا، يقول لك make a decision based on your heart's true desires، اوكي. هذا الكرت حسي يتكلم عن time to decide، يتكلم عن ان الوقت القادم في حياتك برج الثور والفرصة القادمة في حياتك ما ينفع ان تتأخر عنها، تتأخر حتى تقرر، اوكي، محتاج الحين، انت عندك امنية، ركز معي، عندك امنية، الطاقة قاعدة توجهها وتوجهك لها وتقربك الى هاي الامنية، ولكن وقت، ليش هني الوقت، نتكلم عن التايم، وقت اللي راح يتم تعيينك، خلاص تحصل على الوظيفة، تحصل على البوزيشن، ما راح وقت يكون عندك وقت تتعلم اللغة او تتعلم مثلا البروتوكول المطلوب السياسي منك او تتعلم الشهادة الاحترافية. مثلا انا اذكر قصة احد من برج الثور كان يخبرني انه مثلا عمل في شركة اوديت عالمية، وهذه الشركة وظفه وما كان يملك الشهادة الاحترافية، وبعدين ظل يترقى في المناصب، لما وصل إلى منصب جدا مهم الشركة نفسها المكان يريدون أن يعطونا المنصب، ولكن كان
ما عنده الوقت، خلاص من توظف صار ما عنده الوقت أن يحصل على الشهادة الاحترافية، فصار عنده جدا صعب أنه هو ماسك هذا المسؤولية الكبيرة المنصب الحالي ويعمل تجاه المنصب القادم. فهني شنو النصيحة؟ النصيحة أن أنت ابحث زيادة، أنت اللي تعرف يا برج الثور المنصب القادم اللي حاط عينك عليه من بعيد ما هو. أول شيء تحدد ما هو المنصب، ثاني شيء تبحث وتسأل عن ما هي الشهادات الاحترافية، ما هي المطلوب، ما هو مثلا في أنواع فيزا، أنواع تأشيرات معينة يطلبون منك مبلغ معين من المال، مبلغ معين يكون موجود في حسابك عشان يعطونك هذه التأشيرة. أوكي، هني يقول لك تعرف على الشروط المتطلبات قبل ما تحصل على الشيء، لأن الشيء قاعد يقرب، قاعد يتقرب هني في المسافة، بعيد قاعد يتقرب، ولكن لما تحصل عليه، لما يختارونك له، ما راح يصير عندك وقت أن ترد ترجع شوية ورا، تأخذ وقت وتحصل على الشهادة الاحترافية أو تتعلم اللغة. محتاج تقوم بهاي الخطوة الآن. التايم، العنصر راح يكون جدا مهم، عنصر استغلالك للوقت جدا مهم في الفترة القادمة. والحين ننتقل، ودام انه طلع عندك تو ميجر اركانز معناته الحدث، والتوضيح ايضا كرت رئيسي معناته الحدث اللي راح يصير في الفترة القادمة، ابدا ما تستطيع ان تصغره او تستصغره او تستسهله. حتى حدث صعب مطلوب منك فول فليت، طاقة قصوى. اوكي، ننتقل للقراءة العاطفية، راح تكون باسلوب المراية، انت على جانب الحبيب او الشريك على جانب المقابل. إذا حسيت أن الجانب الثاني ينطبق معك أكثر فخذ القراءة بهذه الطريقة. أنت الوحيدين اللي في قراءتكم اليوم برج الثور. الكلب ينبح ومو راضي يسكت، يمكن هذه رسالة. خلنا نشوف. عندنا الشاريوت. أوكي، ما أقدر أفسرها بطريقة ثانية لأن الرسالة الصوت كان واضح من البداية. برج الثور، في شخص كان دائما يقول لك، ممكن يكون شريكك الحالي، ممكن يكون شريك من الماضي، في شخص هني عندنا دائما كان يقول لك إنه ما يستطيع الارتباط فيك. هذا شخص كان يقول لك موقف التقدم بينك وبينه في العلاقة، يقول لك ممكن نكون في علاقة مع بعض نقضي وقت ولكن ما أستطيع الارتباط فيك بسبب 1 2 3. راح تشوفه في الفترة القادمة، المستقبل القريب، تسمع عنه أخبار إنه يرتبط بشخص ثاني مو أنت. أوكي، وتقريبا نفس الظروف، قال لك ما يقدر يرتبط فيك ولكن قدر يرتبط في هذاك الشخص. يعني مثلا قال لك إن إحنا في عائلتنا زواج تقليدي فقط، مستحيل نتزوج زواج حب. بتشوفه انه لا، في الفترة القادمة يتزوج زواج حب، مو شرط شريكك، ممكن اهلك اللي يتبعون معاك هالطاقة، اهل الشريك هم اللي يتبعون هالطاقة، طاقة انه في البداية صار في رفض من اجل على الارتباط. اوكي، في احد وقف الارتباط بينكم، في احد وقف امام النصيب، اهلك او اهله او احد من الاطراف المعنية. فبتشوف في الفترة القادمة لو مو شريكك هو اللي يتزوج هذا الزواج، بتشوف مثلا أحد من إخوته يتزوج زواج حب وأهل الشريك ما يعارضون، أو أحد من إخوتك أنت، من أقربائك أنت، يتزوج زواج حب وما يعارضون. وهني في نوع من الظلم أيضا، لأن لما كان الموضوع قادم في طريقك أنت، الكل وقف واستنكر، كان في طاقة استنكار، حرام وعيب وشلون لازم يتزوج من نفس العائلة، من نفس القبيلة، من نفس الدولة. والحين تشوف المجال صار مفتوح حق كل من هب ودب. أنا عندي مشكلة مع الطاقة هذه، تستفز، لأن حق كل من هب ودب صار حلال ومباح. إيش معنى حق برج الثور لما أراد الارتباط؟ صار في أصوات نشاز، ولا تنسون نباح الكلب، أصوات نشاز تحاول تخرب محيط الطاقة، تحاول توقف شيء جميل قاعد يصير، إيصال الرسالة. أوكي، كل شيء في رسالة ترى، حتى طريقة سقوط الأوراق في التارو للرسالة. نشوف كرتين، 7 السيوف 8 السيوف. أوكي، انكشفت الأمور، قبل كانت الأمور مخفية
مخفية عنك، يمكن حتى أنت يا برج الثور وعن الشريك أيضا، كنتوا ما تعرفون من بالضبط الأيادي اللي تعمل وراكم في الخفاء، من بالضبط اللي قاعد هني أشوف إشاعات، أسمع إشاعات، من بالضبط اللي قاعد يطلع عن علاقتكم، عن زواجكم إشاعات، يطلع عنكم كلام فيؤذيكم، الأذية الخفية هني. أوكي، قبل هذه الماضي، الحاضر الطاقة جدا مختلفة، الحاضر عكس، الحاضر راح يكون في كشف، راح ينكشف عندكم من هو هذا الشخص اللي كان لا يخطر على البال. أوكي، يمكن شخص كان يمثل أنه دائما حليفك أو صديقك برج الثور، أنه هو بالعكس واقف مع علاقتكم، مع ارتباطكم. خلينا نشوف الشريك. فهني أنت راح ينكشف لك في المستقبل القريب، راح ينكشف لك أو ممكن خلاص ينكشف لك، أنت عارف بالضبط إذا الشخص كان يمثل أنه هو راح يساعدك. لا مو بس كذي، عندنا شخص كان مستودع أسرار، ولكن هذا مستودع الأسرار انتهى به المطاف، انه هو اللي يستعمل هاي الأسرار ضدك وضد الشريك. عندنا طاقة الليفرج، الليفرج كان يملك عليكم شيء، ممكن يكون من طرف الشريك، ممكن يكون من طرفك انت هذا الشخص. خلينا نشوف الشريك شنو عنده يقول بخصوص الموضوع. في ارتباط قادم في الطريق يا برج الثور، لك او لاحد من محيطكم انت وشريكك، ارتباط قادم يتحدى جميع المعايير، الاعراف، التقاليد. عندنا شخص هني شريكك مستغرب، شريكك مستنكر، شريكك مصدوم. وين راح؟ وين انا حين اصلا مستغربة انه وين راح صوت الكلب، وين راحت الأصوات النشاز اللي كانت تحاول تعرقل هذه العلاقة؟ رجعت، وين راحت؟ طلع الجواب موجودة، بس على الأقل راح تعرفون من هو الشخص نفسه. أوكي، قبل لما كنت تتكلم مع الشريك كنت تفكر أن أهلك وأهله، الحين ما في أهلك وأهله، في فلان باسمه. تعرفون بالضبط من هو الشخص، تعرفون بالضبط شنو كانت تحركاته، تعرفون بالضبط شنو قال، الكلمات نفسها اللي اختارها. راح يطلع الموضوع للعلن، شريكك مستغرب، شريكك يحس انه هو علاقتكم انظلمت، او علاقتكم كانت هي اللي دفعت الثمن، ثمن المعارضة اللي صارت، ثمن الحسد، الحسد والحقد اللي صار. فشريكك الى صفك في الفترة القادمة، اوكي، على الأقل من ناحية هذا الموضوع. أحس أنه عنده طاقة يريد الابتعاد عن هذا المحيط، لأن عندنا هني هذا طاقتك طالع عند شريكك، فارس الأرض، الفارس البطيء الحذر. هل أنت هني قاعد يقول لك شريكك هالمرة ما راح نسكت، أوكي، هالمرة ما راح نتنازل، أنا معاك قاعد يقول أنا معاك، هالمرة ما راح نتنازل، هالمرة راح نرد عليهم، راح يكون في رد. يمكن انت تتعامل مع الشخص دائما في السابق، شريكك كان يقول لك اسكت او عدي او تجاهل، اوكي، يطلب منك السكوت عن الاخطاء اللي كانت تصير، بس لا مزيد بعد اليوم. عندك شخص يريد ان يتخذ موقف من الخطأ اللي صاير، ولكن يطلب دعمك لأن طلعت أنت عنده هذا الهايروفانت، صح الهايروفانت؟ كارت برج الثور المأذون، يريد منك أنت الضوء الأخضر، يريد منك أنت أن يعرف أن أنت أن راح تكون إلى جانبه عندما يأخذ هذا الموقف. لأن هنا عندنا طاقة مراهق، المراهق دائما يكون مندفع ولكن أنشور، مو متأكد، أوكي، مو قوي من داخل، عنده نوع من الخوف، أنا صح أنا غلط، من معاي من ضدي. ففي الفترة القادمة كأنما شريكك يتطلع لك أنت أن تصدر القرار، تصدر شنو راح يكون موقفنا من الموضوع الفلاني، شنو خطوتنا القادمة، خصوصا برج الثور اللي كانت دائما فيه معارضة دائمة من الأهل لارتباطك مع الشريك.
شريكك راح يسألك أنت فقط، أنت فقط اللي راح يأخذ بكلامك، يقول لك شنو تريد أن نفعل بخصوص الارتباط، هل نتزوج غصبا عنهم؟ يعني فيها الطاقة، ترى الطاقة موجودة، يقترح عليك حتى هل نتزوج غصبا عنهم، ينتظر منك أنت تعطي التعليمات أخو اللي راح ينفذ، أو نتزوج بدون علمهم، أو إذا ساكنين معاهم نبتعد عنهم، ننتقل إلى مكان ثاني، نقطع التواصل معاهم، نظهر عتابنا وزعلنا. مهما كانت ردة الفعل اللي راح تختارونها، شريككم معاكم على نفس الموجة، على نفس اليد، نفس الحزب. أخيرا كأنما صرتوا على في هني مشكلة، هي اللي راح تخليكم تقربكم أكثر في المستقبل القريب. عزيزي برج الثور، هذه كانت قراءتكم.